مرحبا أصدقائي، تحياتي لكم جميعا فردا فردا. طبعا رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة وبموضوع جديد. موضوع حلقتنا اليوم تعليم السشوار. طبعا هذا الفيديو هو حسب طلبكم، أنتوا عم نقرأ تعليقاتكم اللي بترفع الراس، وبنتشكركم على تفاعلكم الحلو بالقناة. راح نبلش حلقتنا لليوم إن شاء الله. هذا الشرح بيكون سهل لألك، طبعا في فيديوهات تانية للسشوار، أما هذا الفيديو الأول من نوعه بالقناة. خلونا نبلش حلقتنا، وإذا أنت عم تشوف هذا الفيديو لأول مرة اشترك بقناتنا وفعل ميزة الجرس وبوس على زر تلقي جميع الإشعارات لحتى يوصلك كل شيء منا فيديوهات. خلونا نبلش حلقتنا لليوم، يلا. أول شغلة بنحاول نبلل الشعر، طبعا شعر مقصوص جاهز هو. قلت إنه آخذ شوي شوي من هون، آخذ شوي شوي وبرجع لورا، باخذ شوي شوي وبرجع لورا. وهلا طبعا بعد ما سشورنا الشعر، شايفين معي كيف راح نحط واكس. هذا هو باند ديدو الواكس، طبعا هذا احسن شيء لهاي النوعيه من الشعر. بنحاول اول شيء نحط الواكس على الجهه السفليه هاي بهذا الشكل، نفرق الشعر الفوقاني عن التحتاني، نحاول نسحبه لورا هيك. نقول تبعين للجهة الفوقانية، نحاول نركز منيح ينفصل معي هذا الخط. هلا بمشط صغير، مشط صغير بحاول مشط هذا الشعر بهذا المشط هيك بهذا الشكل. كمان بنحط شوية واكس. هلا القسم الفوقاني كمان نسحبه بهاي الجهة هيك، نحاول نركز عند الغرة هون وننوم هذا الشعر لورا هيك. نحاول نحط منيح واكس هون، لا تحطوا واكس بيكون كثير مي، حطوا هذا بيكون شوي ناشف. هلا راح نحاول نمشط هذا القسم بهذا المشط، شايفينه معي؟ بتكون بايدك واكس هون لحتى بتنوم الشعرة. هلا رح نحاول نحط شوي سبراي بهاي الجهة لحتى تنام أكثر بهذا الشكل. نحاول ننوم هاي الجهة لأنه دائما لازم تكون الغرة أطول وبيجي أقصر أقصر أقصر. طبعا أنت لازم تكون قاصص الشعر بشكل صحيح لحتى يطلع معك هذا السشوار، لأنه زمانك قاصص الغرة بشكل صحيح والشعر ما رح يطلع معك بالشكل هذا. هلا راح نجيب، طبعا الاغلبيه بيشوف هاي التسريحات شو هو المشط اللي بيستعمل لحتى بيطلع مثل الاصابع هون. طبعا هذا هو المشط، شايفينه؟ في هذا وفي قياس اكبر منه، هذا هو للشعر الاطول، شايفين معي؟ في هذا كبير وفي هذا صغير، انا راح استعمل هذا الصغير لانه الشعر ما هو كثير طويل. راح احاول بلش من هون، شوفوا معي كيف. رح حط المشط من هون
من ورا بهذا الشكل هيك، بهذا الشكل هيك، ورح حاول حط سبراي. شوفوا معي كيف، ما بحاول حط سبراي على الجهة هاي هون، لا مشان ما ينشف، رح حاول بس حط هون، حاول انفخ شوي على الشعرة. بنجي هون كمان بحاول اخر او راس المشط من قدام، بحاول حطه على اخر طبقة فتحتها هون اللي هي هون، شايفينها كيف معي؟ هاي مبينة معي بالضبط. رح حاول كمان نفس العملية، شايفين معي كيف؟ انا باخذ مثل مشط واصابع بس على الخفيف، ما يكونوا كتير اعراض عن بعض لحتى ما مثلا بيعطوا مثلا قصة ولا دية او شيء، لا انا بحاول اعطي شيء بسيط هيك خفيف يكون رسمي. وهيك بنكون خلصنا تسريحة الزبون، هاي هي ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. يعني الغرة دائما طويلة بيجي شعر اقصر 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 اقصر. ولهون بتكون حلقتنا خلصت لليوم اصدقائي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الشرح ومن هذا الفيديو. لا تنسوا تحطونا لايك لهذا الفيديو لحتى بيشوفوا المبتدأ باليوتيوب. بنشوفكم بالحلقات الجاية، تحياتي لكم، اخوكم جورج توما من السويد.